بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي. هنكمل الجزء الأخير من الدرس الثاني، وكنا اتكلمنا على نظرية بور. بعد كده جت نظرية تعمل تعديلات على نموذج بور. فعنوان الجزء اللي هنتكلم فيه النهاردة هو The Principle of Modern Atomic Theory، مبادئ النظرية الذرية الحديثة. وهي عبارة عن modifications of Bohr's model، هي عبارة عن تعديلات على نموذج بور. ايه هي التعديلات الخاصة بالmodern atomic theory؟ اول حاجة قالت ان الالكترون has dual nature، عنده طبيعة مزدوجة، وهي افترضت الفرضية دي بسبب تجربة معينة هنشوفها بعد شوية. تاني حاجة ان الاتوميك مودرن ثيوري اعتمدت على هايزنبرج انسرتينتي برينسبل، مبدأ عدم التأكد بتاع هايزنبرج. وتالت حاجة ان المودرن اتوميك ثيوري اعتمدت على ويف ميكانيكال ثيوري اوف ذا اتوم، النظرية الميكانيكية الموجية للذرة. هنعرف نبذة عن كل حاجة من العناوين الثلاثة دي اللي اعتمدت عليهم المودرن اتوميك ثيوري. النظرية دي افترضت ان الالكترون عنده dual nature، يعني طبيعة مزدوجة، تمام؟ بور كان قال ان الالكترون هو negatively charged particle، لكن في تجربة خلتهم يفترضوا ان الالكترون عنده طبيعة مزدوجة. طبيعة مزدوجة يعني ايه؟ يعني عنده wave properties، عنده خواص موجية. يعني هما افترضوا ان هو بارتكل وفي نفس الوقت عنده خواص الموجات. يبقى ايه هي الديوال نيتشر بتاعت الالكترون اللي افترضتها المودرن اتوميك ثيوري؟ ان الالكترون هو بارتكل which also has wave properties، تمام؟ يبقى ايه هو تعريف the dual nature of the electron؟ The electron is a material particle which has wave properties. طيب هي ايه التجربة اصلا اللي خلتهم يفترضوا ان الالكترون عنده خواص موجية؟ هنشوف التجربة. التجربة اسمها دبل سليت او تجربة الشق المزدوج. هما مرروا تيار من الالكترونز امام حائل، والحائل ده فيه شقين رفيعين جدا، وتوقعوا ان الضوء ده لو كان هيتصرف كجسيمات فجسيمات هتمر من الفتحتين الموجودين قصادها وتسقط على الشاشة اللي قدامنا على شكل خطين، تمام؟ لكن لما عملوا التجربة ما طلعش خطين على الشاشة، واللي طلع عبارة عن مجموعة من الخطوط زي ما انتوا شايفين كده. فكان تفسيرهم الوحيد ان اكيد الجسيمات اللي دخلت من الشق دهيت ما بتتحركش كجسيمات، دي بتتحرك كموجات زي ما هتشوفوا دلوقتي. ادي الموجات لما دخلت وعدت من الثقبين تداخلت مع بعضها، فلما حصل تداخل نشأ عدة خطوط بدل ما ينشأ خطين. ده فيديو كمان هيوضح لكم ازاي تداخل الامواج. ادي الموجات هتعدي من الشقين فانقسمت لمجموعتين من الموجات، حصل ما بينهم تداخل، تمام؟ الموجات تداخلت مع بعضها فحصل التداخل البناء والتداخل الهدام اللي انتوا بتاخدوه في الفيزياء، تمام؟ شايفين شكل التداخل. فطبعا الشكل ده من التداخل لما بيكون الأشعة بنستقبلها على الشاشة تبتدي تظهر لنا على شكل خطوط. فمن هنا لجأوا لتفسير ان الخطوط اللي ظهرت لهم دي هي عبارة عن تداخل لموجات، وقالوا ان الالكترون عنده خواص موجية بالإضافة لخواصه كجسيم، فحطوا مبدأ الـ dual nature، فافترضوا مبدأ الـ dual nature عشان يفسروا الخطوط اللي طلعت لهم. يبقى دلوقتي قلنا إن the modern atomic theory اعتمدت على ثلاث مبادئ. أول حاجة dual nature of electron، وعرفنا ليه افترضوها وإيه معنى الديوال نيتشر. تاني حاجة اعتمد عليها هي الهايزنبرج انسرتينيتي برينسبل. هايزنبرج قال عكس بور. بور كان قال ان احنا نقدر نحدد determine we can determine both the location المكان and velocity of electron precisely، بدقة نقدر نحدد
مكان وسرعة الإلكترون بدقة at the same time. نقدر نقول إن الإلكترون موجود في الحتة دي وماشي بالسرعة الفلانية في نفس التوقيت، نحدد المكان والسرعة. لكن هايزنبرج جه قال له determination of both the velocity and the position، تحديد determination يعني تحديد كل من السرعة velocity السرعة and position والمكان of an electron at the same time لإلكترون في نفس الوقت في نفس التوقيت is practically impossible، عمليا مستحيل. مفيش عندنا أدوات نقدر نعرف بيها سرعة ومكان الإلكترون في نفس الوقت في نفس اللحظة. فهايزنبرج قال احنا نتكلم بالبروبابيليتي بالاحتمالات، يكون ده مور بريسايس اكثر دقة. يبقى هايزنبرج uncertainty principle، مبدأ عدم التأكد بتاع هايزنبرج، كان بيقول the determination of both the velocity and position of an electron at the same time is practically impossible. تمام، تحديد سرعة ومكان الإلكترون في نفس الوقت عمليا مستحيل. And this is subject to the laws of probability. وبالتالي هيستخدم قوانين الاحتمالات. تالت حاجة اعتمدت عليها الـ modern atomic theory هي the wave mechanical theory. الـ wave mechanical theory يعني النظرية الميكانيكية الموجية للأتومز. تمام، في واحد اسمه شرودنجر ده حط wave mechanical theory of the atom. شرودنجر ده establish وضع the wave mechanical theory of the atom، هو اللي اخترع ال wave mechanical theory of the atom، وهو حط equation he drive a wave equation that could describe the electron wave motion. حط equation، حط معادلة تصف describe the electron wave motion الحركة الموجية بتاعة الإلكترونات. يبقى شرودنجر عمل ايه؟ establish the mechanical wave theory و drive an equation that describe the electron wave motion in the atom. تمام، بعد حل المعادلة بتاعة شرودنجر، المعادلة اللي حطها شرودنجر لما بتتحل بنقدر بيها نحدد حاجتين. أول حاجة determine the allowed energy levels، بيقدر يحدد مستويات الطاقة المسموحة للإلكترون إن هو يدور فيها. وتاني حاجة define the region of space around the nucleus، بيقدر يعرف المنطقة اللي حوالين النواة where it is most probable to find the electron، اللي فيها احتمال كبير most probable to find the electron إن احنا نلاقي الإلكترون. خلاص، in each energy level في كل energy level. يبقى هو هيلاقي، يبقى هو لما بيحل شرودنجر equation بيعرف ال energy level ال allowed energy level، وكمان داخل ال energy level بيقدر يعرف ال region اللي بيكون فيها most probable to find the electron، في احتمال كبير انك تلاقي الالكترون في الجزء ده من ال energy level. تمام، النظرية بتاعته بتاعت شرودنجر اللي هي the wave mechanical theory ابتدت تغير المفهوم السابق. فبدل من instead of speaking about a fixed circular orbit، بدل ما كان الكلام قبل كده على fixed circular orbits مسارات دائرية محددة، اصبحت ال wave mechanical theory بتاعت شرودنجر بتقول لنا ان في حاجة اسمها electron cloud، سحابة من الإلكترونات. تمام، هو استخدم electron cloud دي عشان يعبر عن the region to express the region of space around the nucleus، عشان يعبر عن المنطقة اللي حوالين النيوكليوس. تمام، هنشوف فيديو بعد شوية ان شاء الله يوضح لنا الكلام ده بالتفصيل. يبقى في تعريفين ادخلتهم لينا ال wave mechanical theory. اول تعريف هو electron cloud، يعني ايه سحابة إلكترونية؟ It's the region of space around the nucleus، وهي منطقة حول النواة. In which the electron probable exists in all directions، اللي فيها الإلكترون ممكن يكون موجود في أي اتجاه من الاتجاهات. فلو دي النواة اللي فيها النيوترونز والبروتونز، فالإلكترونز موجودة ككلاود، كسحابة تحيط بالنواة، مش كcircular orbital.
مش كمسار دائري كسفير ككرة بتحيط بالمركز اللي هو النواة، تمام؟ يبقى electron cloud is the region of space around the nucleus، هي منطقة حول النواة in which electron probable exists. طيب داخل الالكترون كلاود دي هل الالكترونات موجودة بتوزيع متساوي؟ هل الالكترونات موجودة في كل حتة كده زي بعضها؟ لا، في اجزاء في احتمال كبير ان الالكترون موجود فيها اكتر من الاجزاء التانية، في اجزاء احتمال كبير ان الالكترون يكون موجود فيها اكتر من الاجزاء التانية. There are regions inside the electron cloud، هناك مناطق داخل الالكترون كلاود، داخل السحابة الالكترونية. مالها المناطق دي؟ in which بيكون فيها probability of finding electron increase، بيكون فيها زيادة احتمال لوجود الالكترون، الالكترون موجود فيها بنسبة اكبر. each of them is termed by the orbital، سمى بقى الاماكن اللي جوه الالكترون كلاود اللي بيكون فيها تواجد الالكترون بنسبة كبيرة سماها orbital. يبقى ايه هو الاوربيتال؟ هو region inside the electron cloud، بيكون فيها ايه region دي؟ in which probability of finding the electron increase. ايه التعريف التاني اللي دخلته الwave mechanical theory؟ هو تعريف الاوربيتال. يبقى عرف لنا الالكترون كلاود وهيعرف الاوربيتال. الاوربيتال لسه قايلينه حالا، it's the region within the electron cloud، هو منطقة داخل الالكترون كلاود of high probability of finding the electron، فيها احتمال كبير لوجود الالكترون. قبل ما ننهي الدرس، دي صورة توضيحية للاتوم، فاللي في النص دي هي النيوكليوس اللي بتحتوي على البروتونز والنيوترونز، ودي نعتبرها الالكترون كلاود اللي بيكون فيها الاوربيتالز، والاوربيتالز هي ريجون inside the electron cloud اللي فيها الـ probability of finding electron is increased، تمام؟ فده شكل عشان تتخيلوا بي يعني ايه electron cloud ويعني ايه orbitals inside the electron clouds بيكون فيها الالكترون most probable to be found، تمام؟